السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ النهارده حلقة تانية من برنامج عالم الكلاب، نتكلم على ازاي تختار الجرو المناسب. انزل دوس لنا لايك تحت واعمل سبسكرايب للقناة وتابع الفيديو. يلا نخش بالانترو. هاي، يو وانا كم هوم وذ مي؟ طيب، قررت تشتري كلب خلاص؟ هتعوز تشتري جرو صغير؟ هتعرف الكلب ده كويس ولا مش كويس من كذا حاجة: صحة الكلب رقم واحد، شخصية الكلب رقم اتنين، الأهالي، الأب والأم للكلب ده رقم تلاتة. تعالوا نشوف الحاجة الأولانية، صحة الكلب تعرفها ازاي. كلب بيكون شقي، تمسك الكلب في ايدك بتبص على عينيه، بتبص على ودانه، بتحرك ايدك في جسم الكلب، بتشوف الكلب فيه حشرات ولا لا، بتشوف الكلب عينيه فيها زي عماص او لا، بتبص على ودان الكلب بتشوفها نظيفه ولا لا. الحاجات دي تمام؟ تمام. بتعرف الكلب صحته كويسه ولا لا من حاجه كمان: الام صحتها كويسه ولا لا، حجمها كويس ولا لا، دي بتفرق. المكان اللي متربي فيه الكلاب نظيف ولا لا، دي بتفرق، ان لو المكان مش نظيف غالبا هيكون الكلب عنده امراض كتير. الحاجة التانية، شخصية الكلب. بتختار الكلب بشخصيته ازاي؟ انت محتاج تختار الكلب اللي شخصيته قوية، كلب شقي، كلب اول ما شافك مخافش، ما جريش استخبى، لما نزل على الارض بيتحرك عادي مفيش اي مشكلة. الكلب الكسلان بلاش منه، الكلب التخين بلاش منه، خد الكلب اللي جسمه متناسق. شخصية الكلب اول ما انت ما دخلت على الكلب هوهو عليك، عمل صوت هوهو زي الصوصوة الصغيرة للجراوي ولا لا، امسك حاجة في ايدك واعمل بيها صوت زي سلسلة مفاتيح واعمل صوت، شوف الكلب هينتبه ولا لا، شوف الكلب هيخاف ولا لا. لو خبطت برجلك في الارض بالراحة الكلب هيجري ولا هيقف؟ هيركز ولا لا؟ شخصية الكلب دي من اهم الحاجات اللي انت بتنقي الجرو على اساسها. لو الجرو شخصيته كويسة، مش جبان، جسمه متناسق، منتبه، ما بيخافش، دي حاجات كويسة جدا هتنفع فيما بعد. رقم تلاتة، الاهالي. شوف الاب والام عشان على اساسهم الجرو هيطلع شبه. طبعا لازم تشوف الاهالي، تشوف الاب والام شكلهم عامل ازاي عشان الجرو غالبا هيطلع شبههم. لو الاب عجبك والام عجباك خلاص مفيش اي مشكلة، تقدر تختار من الجرو اللي موجودة. لو الاب والام مش عاجبينك يستحسن ان انت متغامرش وتشتري جرو من الجرو اللي موجودة حتى لو سعره رخيص وعلى قد ايديك. في حاجة كمان انت عايز اتكلم فيها، المكان اللي متربي فيه الكلب دي حاجة مهمة جدا، لازم يكون نظيف. الناس اللي عايزة تشتري جرو، الناس اللي بتبص ان الكلب يبقى شو لاين مش ورك لاين، سواء اذا كان ايا كان نوع الكلب، اللي عايز يشتري جيرمان بيشوف الاهالي، بيشوف الالوان، بيشوف الخشب بتاع الايد اللي هو الساعد او الكف زي ما بنقول، واللي عايز يشتري مثلا جولدن بيبص لون الكلب، بيبص لحجمه. الناس اللي راح تشتري الروت وايلر لازم تشوف الاهالي، تشوف الجمجمة، تشوف قفلة الوش عاملة ازاي، تشوف الام عاملة ازاي، لان الجرو غالبا بيطلع شبه الاب والام. دي حاجه كمان، ما تنسوش تعملوا لنا لايك وتعملوا سبسكرايب للقناه وتكتبوا لنا في الكومنتات عايزين الحلقه الجايه تكون عن ايه بالظبط، واحنا ان شاء الله هنعملها. وتابعونا out shake kiss huggies.